حضرتك. معنا فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي القارئ المشهور والمعروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا، وأحيي فضيلة الدكتور أحمد المعصراوي والدكتور أيمن. الله يبارك فيك يا شيخ. حفظك الله. والشيخ أشرف. بارك الله فيكم. قناة الرحمة، جزاكم الله خيرا. وأنا ليس عندي كلام كثير، ولا أريد كذلك أن أطول على الإخوة المستمعين ولا نقطع عنهم هذه الجلسة الطيبة بهذين العالمين الكبيرين في علم القرآن الكريم، ولكن أنا أضم صوتي إلى صوتهما وإلى صوت من اتصل، لأني متابع من الحلقة من بدايتها، ولأنه أيضا سألني ما يثار في هذه الأيام حتى صارت يعني منقصة لمن لا يحسن هذه المقامات التي ما سمعنا بها إلا مؤخرا. سألني ذلك كثيرا، لأنه هذا كما تفضل المشايخ وبينوا أن حسن الصوت في القراءة مطلوبة، وهذا أمر مفروغ منه، ولكن يتركن في ذلك ويستنبط منه ويؤخذ من مناهل أخرى غير منهل القرآن، فهذا هو الذي حقيقة ينبغي أن نتكاتف جميعا لصده، حتى لا يؤدي كما تفضل المشايخ الكرام إلى ما هو ما لا يحمد عقبه. وأنا من ضمن إن شاء الله تعالى من يعني أقرأ، وبعض الناس يستحسنون قراءتي، وبعض من يصلي معي يقولون، ولكن أشهدكم في هذا المكان أني لا أعلم شيء من هذه المقامات. الله يبارك فيك ويحفظك. نحن يا شيخ يعني هذا أمر من مشايخي الذين تلقيت منهم القرآن، شيخ عبد الرشيد، وأتشرف أن الدكتور أحمد الصراوي أيضا من ضمن من يتابع الحلقات التي أسجلها في مصر في القراءات. ربنا يبارك فيك. ولا أمر يوما من الأيام أن أنحو نحوا من هذه المقامات التي تحكى أو إلى آخره، فليس عندي إلا هذه المداخلة البسيطة، ولا أريد أن أطول حتى لا أقطع. دكتور أيمن، سبيل هذا الشيء الطيب، وجزاكم الله خيرا. فضلت الشيخ عبد الرشيد معنا. نعم دكتور. نعم. أيمن، لي مداخلة مع حضرتك. الله يسلمك يا فضيلة الشيخ عبد الرشيد، حفظك الله. نعم سيدي. أنت في قطر أليس كذلك؟ نعم. جزاك الله خيرا، وتنشر القرآن بالتلاوة الصحيحة التي تلقيتها عن شيوخك هكذا، ونحن نستمع نعم إلى تسجيلاتك بعدة روايات لك. نعم. تسجيلات رائعة بعدة روايات، ونجد فيها النغم الفطري، وأنت الآن قلت على الهواء مباشرة وعلى الملأ. نعم. أنك تقرأ. نعم. بسليقتك وبطبيعتك، فإن جاء جاء وقال إن الشيخ عبد الرشيد قرأ المقطع الفلاني بياتي، ولا قرأ. نعم. ليقل ما شاء. نعم. أنت قرأت بفطرتك ولم تراعي تلك النغمات، بمعنى يعني لو استمريت أنت في القراءة بمقياس ذلك المقياس الموسيقائي، سيقال عنك أنك قد نشزت بعد قليل، لأنك عند أنت ماشي مع الأحكام، أنت ماشي مع الإدغام والإخفاء والقلقلة والمد والقصر والغنة وتسوية الحروف. فجزاك الله خيرا وبارك فيكم، نحن سعداء بمداخلتك سيدي. الله فيكم. سلامنا لأهل قطر. الله يسلمك. بارك الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي القارئ المعروف، ويعني القراء حتى يعني ملوش علاقة بالمسألة فضيلة الدكتور. دكتور معصراوي فضيلتك يعني ملوش علاقة بالمقامات الموسيقية. لا طبعا، يعني ده الواضح. الشيخ عبد الرشيد من علماء القراءات في قطر، بل هو شيخ القراء في قطر وجامع القراءات العشر، وممن وحباهم الله بالصوت الجميل. نعم. وفعلا سجل كما لا تسجيلات على النت. نعم تسجيلات عديده بروايات مختلفه، والرجل. نعم. يقرا بسجيته وفطرته التي جبله الله عليها بالصوت الجميل الذي يعني يشغل المستمع، ومع ذلك هو الرجل لا يعلم مقام ولا مسمى مقام.